شوف عشان كده التوحيد ده تنجضه. ما في ذلك يغش يقول لك لا لا يا مولانا ما احنا خلاص فهمناه فهمنا خلاص كفانا. لا 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 عمل حسابك بيضيعك. ما في توحيد اي شيء بضيع. السيدة عائشة رضي الله عنها يوم من الأيام سألت النبي صلى الله عليه وسلم كان في واحد رجل خير اسمه عبد الله ابن جدعان. رجل خير ده بيكسي الناس الحلل بالميات ويكسو الكعبة ويطعم الحجيج. قالت له هل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ ده ما بينفعه؟ قال لا 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 ينفعه ذلك. سمعته بحاتم الطائي؟ في أكرم منه؟ حاتم الطائي ده قالوا الناقة حقته، الناقة خليك منه الناقة حقته. قالوا لما تجي النوق تشرب ناقة حاتم الطائي بتجيب بعيد لما النياقة الثانية تشرب حين انت تشرب هي. ده كمل كله كله. جاء ولد اسمه عدي ابن حاتم الطائي مسلم صحابي جليل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن أبي كان يكسو الحلل ويطعم الطعام ويفعل هل ينفعه ذلك؟ قال لا. كل كلام يكتبوا له التاريخ بس الناس يحجوم وحاتم الطائي والكرم انتهى. توحيد ما في ما في أي حاجة. يمشي قدام الله ما عنده ولا حسنة. يا ناس الشغلة دي صعبة والله ولا حسنة. لا ناقته كانت بتجيب برا ولا حماره بتجيب برا. ما في حاجة. الشغلة دي صعبة. عشان كده قدر ما تلقى التوحيد ده اسمعه. ممكن يذكرك بحاجة أنت واقع فيها. قدر ما تلقى كتاب في التوحيد اقراه. قدر ما تلقى زول بيضم في التوحيد اسمع له. والله ينبهك على حاجة فايتة عليك. ينبهك على حاجة فايتة عليك. يا أخي إذا كان خلي بالك مع إذا كان موسى عليه السلام موسى عليه السلام في كلام تاني نبي ولا ما نبي؟ من أولي العزم الخمسة من الرسل قال يا ربي علمني دعاء أنا أدعوك به. يلا ده لي دعاء أدعوك به. ربنا قال له يا موسى قل لا إله إلا الله توحيد. قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. دار له حاجة شنو؟ أحسن منا. دار له حاجة أرفع منا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة خدتهم في كفة ميزان بيجاي ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله أثقل من السماوات والأرض. تقول يغشك ذول يقول لك يا أخي لا التوحيد. الإمام أحمد قال وأثقل حسنة في الميزان حسنة التوحيد. تقال الحسنات دي سوا بعدين كلها قال سوا. أسا لو جيت أنت خفي الدنيا دي لو بتبيع في 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 السوق بتاع الهناية هل الميزان لما تاخد فيه كيس بتاع جردقة وكيس بتاع كزبرة واحد كيس الكزبرة قدر ما تملاه ما بيلحق الجردقة اللي هناك دي ديك تقيلة التوحيد ده تقيل بينزل في الميزان ده بينزل اي حاجة تاني بغادي بيطيش طوالي ينزل هو ويطير اي حاجة بغادي. فده نجده تمام وما تجامل فيه. والدنيا دي فيها شنو؟ تقول والله لكن احنا مين ما قمنا لقينا ابواتنا بيمشوا لابويا الشيخ اللي هناك ذاك وبيمشوا للقبه وبيزوروا فيها. هو يا زول الشغله دي ما فيها ابواتنا. انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. ديلك ما قالوا كذي؟ قالوا والله بس لقينا ابواتنا دي وماشيين عليهم. هو ابو طالب ده ضرشنا غير ابواته. ضرشنا غير ابواته. قال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ما كذاب عندنا. قال فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه. على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل.
كويس؟ قال لهم فلولا الملامة، خايف يلومون الناس، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قال لي لو ما خايف ان الناس يعيبوني اكان اتبعتك. عشان كذي ما تعاين للناس، نجد توحيدك. والله يوم القيامة جيت بتوحيد امورك كلها واضحة، ما عندك مشكلة، شمت لك الشغلانة وتخريبها.